من الكوادر الفنية الواحد يفتخر بهم الموجودين على الأقل على المستوى الشخصي. يسعدنا أن نكون موجودين داخل الصالة الخاصة في مطار طرابلس العالمي لبداية شرح يعني موجز أو مفصل. ده ديجرام بسيط يوضح المستويات بتاعة الليفل سيرفر. 5 دقيقتين بس هنشرح هنبدأ بنبذة مختصرة عن مشروع إنشاء صالة سلك. أي راكب يجي المطار يعرف أماكن 1000 متر مربع، بيستقبل حوالي 2900 على جهاز المواصلات، و 90% مفيش أي حاجة بتعطلنا، بالإضافة اللي هي معتمدة من كل الجهات المعنية سواء الإعلامية. اليوم نحن في مقر مطار طرابلس العالمي لندشن العمل بالصالة الخاصة ونعطي رسالة أمنية واضحة لكل الشركات بأن ليبيا بحول الله سبحانه وتعالى بدأت تتعافى، ونحن ورجال الأمن المخلصين في ليبيا من كل مكونات الأمن سواء كان من وزارة الدفاع أو من وزارة الداخلية، نحن في الموعد ونعطي رسالة بأن زي ما قلت سبق أن ليبيا بدأت تتعافى والمجال مفتوح لكل الشركات العاملة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. كما شفنا في العرض المرئي أن المطار سيبدأ تجهيزه خلال 3 أشهر، هذه بادرة خير إن شاء الله. زي ما قلنا في كل تصريحاتنا السابقة أن العام هذا عام خير على ليبيا بالكامل، ونأمل أن يكون في مزيد من الإنجازات في سبيل بعث رسالة طمأنة للمواطنين ولكل العالم بأن ليبيا إن شاء الله بفضل الله حتكون أفضل بفضل جهود أبنائها وبفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن. دي بعض المقترحات اللي تم تنفيذها في المطار، ويعد من اكبر الباركينج يعني من اكبر الباركينج اللي موجود. بعدين ندخل للصاله المعقمه فيما ده الشرح مبسط. طبعا نحن جاهزين، كل مكونات المطار الامنيه موجوده في السابق ولحد الان قاعده تعمل، فقط نظرا لتوقف عمليات الطيران في المطار يعني كانت الاجهزه الامنيه في سبات الفتره هذه في مطار طرابلس. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل عودة هذه الشركة لإنجاز الصالة الكبرى في المطار سيتم إرجاع كل العاملين في الأجهزة الأمنية ليكونوا في الموعد حال استلام الصالة بإذن الله. صالة وصول المغادرة للرحلات الدولية، المرافق المغادرة وصالة الوصول وصالة مكان الجوازات والكلام ده كله، ونسأل الله التوفيق. ومن الآن الرسمي على بركة الله توكلنا على الله لإنشاء صالة ركاب مطار طرابلس، وبالتوفيق للجميع.